صباح الخير نرمين. يسعد صباحك فرح. كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه، كيفك انت؟ ان شاء الله على طول. انا كمان كثير منيحه وبلشت الشوبات القويه، الشوبات اللي ما بترحم فورا هيك هجمت الصيف، ويعني كنا شوي هيك طقس لطيف فورا صار عم يغلي الجو. تمام، رح نحكي عن هذا الموضوع نرمين اليوم كمان بالتفصيل، قد ايه رح تكون درجات الحراره مختلفه بالتفصيل طبعا مثل ما قلنا، وكثير من الفقرات والاختصاصين اللي حيرافقونا على مدار ساعة وربع من الوقت. صباح الخير لكل شخص توجه لعمله، صباح الخير لكل السوريين المتفائلين اللي دائما نسعى ومنقول يا رب تكون الانفراجات قريبة، وعلى كل الأصدقاء. برجع لنرمين، صباحك مرة ثانية. يسعد صباحك فرح، مثل ما قلتيك اليوم هو بداية جديدة، مهما كانت هيك ظروفنا صعبة والضغوطات صعبة دائما بدنا نحاول يعني نسعى، لأنه دائما نقول بكرة أحلى، يعني في أمل دائما نرمين. صحيح، بدنا نصبح على كل مشاهدي الإخبارية السورية وعلى كل السوريين وين ما كانوا، بدنا نتمنى أكيد التوفيق دائما لكل الطلاب يلي بهذا الوقت من الصبح توجهوا للامتحانات، وإن شاء الله يا رب تكون كل الأمور ميسرة لليوم. رح نروح لفاصل ونبدأ بعده صباحنا غيره. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نطور النعورة ملي للجراتر، مكواي عالتنورة والباب نسيتو أفتو. بتجيني يا غندورة مثل طيور المي، بدنا عاهم نعورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر يارك، تربت الطبخة فوق النار وامي هلأ مش بالبيت. بنطر عالنعورة تاتيجي غندورة، وغندورة لما بتجي مجيتها صغيورة. هالشر بعبيها وبالبيت بفطيها، تا ارجع مرة تاني من عندك مليها. بفزع يا غندورة يجيلو شي يوم تنسي هالنعورة وتنسى عيني. عينك عيني تسوح وتسأل وين، هالنعورة هي وحدة تشهد علي بيني وبينك. عبي لي جريت المي طبختنا بتكون احترق، وبيحكوا بالشير علي لو جارتنا هلأ مرقت. ومثل ما تعودنا نرمين، الأحداث الكتيرة اللي تسجلت بمثل هذا اليوم وصارت ذاكرة الأيام منتابعها مع بعض بالتقرير التالي. اليوم 1 حزيران، كثير من الأحداث اللي سجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1938 الإصدار الأول للمجلة المصورة سوبرمان. بعام 2009 جنرال موتورز تعلن إفلاسها رسمياً. بعام 2016 افتتاح نفق قاعدة كواتارد في جبال الألب السويسرية ليصبح أطول وأعمق نفق سكة حديدية في العالم. بعام 2019 نادي ليفربول الإنجليزي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد فوزه في النهائي على توتنهام بنتيجة 2-0. من الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1932 نجيب سرور شاعر مصري، ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1949 خليل مطران شاعر لبناني.
وايضا فرح مثل ما تعودنا. خلونا نروح لنتعرف على بعض المعلومات يلي ممكن يكون بعض جديد وغريب بهل تعلم. كثيراً نسمع عن فوائد المشي التي لا تقتصر على المساعدة على فقدان الوزن فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل تحسين المزاج وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع. فما الفائدة التي تحققها 15 دقيقة مشي يومياً؟ أولاً الشعور بالسعادة. وفقاً لدراسة نشرتها مجلة الطب الوقائي، فإن المشي يساهم في تحسين الحالة المزاجية، حيث أفاد المشاركون في هذه الدراسة بأنهم يتمتعون بمستويات طاقة أعلى وصحة عاطفية وحياة اجتماعية أفضل. ثانياً قدرة إبداعية عالية، حيث بيّنت الدراسة أن المشي يعزز الإنتاج الإبداعي بنسبة 60%. ثالثاً زيادة معدلات ساعات النوم. قد يكون المشي السريع هو الحل الذي تحتاجه، حيث يساعد في النوم بسرعة أكبر ولفترة أطول والحصول على جودة نوم أفضل. رابعاً المساعدة على فقدان الوزن، فالمشي يحرق السعرات الحرارية، كما أنه يحفز ويصفي الذهن، ما يزيد التركيز على تحقيق الأهداف الصحية. فالمشي لا يضع عبئاً كبيراً على المفاصل مثل الركض. خامساً تحسين صحة الدماغ، حيث اكتشف الباحثون في جامعة نيو مكسيكو هايلاندز أنه عند المشي يرسل تأثير قدمك على الأرض موجات ضغط عبر الشرايين التي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ. وبمناسبة عيد الشهداء نظم تجمع شباب المحبة والسلام فعالية وطنية تحت عنوان ملحمة وطن على مدرج مكتبة الأسد الوطنية. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. بمناسبة ذكرى عيد الشهداء نظم تجمع شباب المحبة والسلام فعالية وطنية تحت عنوان ملحمة وطن 11 على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. نحن دأبنا على إقامة الفعاليات الوطنية ونختار المناسبات الوطنية وخاصة عيد الشهداء الذي لم نفوته تقريبا ولا مرة، ونحن الآن في فعالية ملحمة وطن 11، مما يعني أننا أقمنا 10 فعاليات سابقة، قبلها كانت فعالية ملحمة وطن في حلب رقم 10 ورقم 9 في مسرح حمراء في دمشق ورقم 8 في دير الزور وإلى آخره، ونحن مستمرون في إقامة هذه الفعاليات لتكريم ذوي الشهداء وإقامة الأنشطة الخيرية والأنشطة الأخرى المرافقة أيضا لهذه الفعاليات، والتي تستمر أحيانا أياما، ترافق حملات بيئية أو حملات ثقافية أو ما شابه أنشطة ثقافية وفنية واحتفالات وطنية. أهم ما في الأمر أننا نذكر شهداءنا، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لنكون نحن على ما نحن عليه الآن. أهم ما أقوله فيهم ليست الكلمة التي ألقيتها الآن، ولكن أود أن أضيف أنهم لم يكونوا يوما الأنا، بل كانوا الآخر، كانوا بحياتهم يرمزون إلى ما هو أبعد من الآن، يرمزون إلى الوطن الباقي، يرمزون إلى الشعب الذي يريد أن يعيش، وهذا من حقه، هذا إنه حق إلهي معطى بالنعمة لجميعنا كي نعيش بمحبة وتفاهم، وإلا لا نعرف الله. سوريا تعرف الله لأنها تحب الآخر، سوريا تعرف المحبة لأنها تعيشها، تعيشها في العمق، وشهداؤها هم الرمز والأمثولة لما أقول. قدمنا أكثر من 60 عمل ثقافي فني بيئي ورياضي، وعم نساهم ببلسمة جراح ذوي الشهداء من خلال هالأنشطة والفعاليات اللي عم نقدم من خلالها عروض مسرحية وأغاني وطنية وقصائد شعرية. الفعالية تضمنت تكريم عدد من أسر الشهداء العسكريين تقديرا لتضحيات أبنائها، إضافة إلى عروض فنية ولوحات مسرحية وفقرات شعرية.
فرحة كتير بنسمع الاختصاصيين دائما بيقولوا لسيدة المنزل، للصبية، لأي حدا رغم ضغوطات الحياة اللي بتكون بالعمل بالأسرة، حتى لاقي مساحة لحالك دائما. مساحة لحالنا طبعا نرمين، هي المساحة اللي دائما احنا بنسعى نحصل عليها. يعني كأمهات بنقول لو ساعة باليوم، لو ساعتين من اليوم نحن نفكر فيها، نعمل شيء بنحبه ونقدر ذاتنا، لأنه كل حدا نفسه عليه حق. صحيحة، مو بس حتى الأمهات، يمكن بالحالة العادية من كتر ضغوطات أكثر الناس بيكونوا مضغوطين، حتى اللي ما هم متزوجين كتر ضغوطات الحياة والأعمال بتخلي الواحد شوي ينسى حاله. ودائما النصيحة بتكون لازم الواحد يلاقي مساحة لنفسه ليطور ذاته، لأنه هذا الشيء أكيد رح ينعكس على حياته الشخصية وحتى المهنية. رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع وشو النصائح يلي ممكن نقدمها مع مريم حاجة عثمان، اختصاصية نفسية وعلوم إرشاد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا مريم. صباح الخير. صباح النور. يعني قدي نفسنا علينا إلى علينا حق إن كان بأوقات الراحة، إن كان بأوقات تطوير الذات، إن كان بالهوايات اللي منحبها. خلينا بالبداية نحكي عن النفس، كيف نحن بنقدر نعطيها حقها لحتى ترجع لنا بكل الشغلات الإيجابية. تمام. هلأ الاعتناء بالنفس والتركيز على النفس مو شغلة رفاهية، يعني اللي بيتاخد عنا أنه دائما هي رفاهية، إني أنا عم رفع حالي، عم روح مشوار، عم دلل نفسي، عم دلل جسمي. ابدا مو هيك. هي نعم جزء من الرفاهية ولكن أساسية. ليش أساسية؟ لأنه أنا بالنهاية رح يصير عندي أداء أحسن، أداء أفضل، صحة نفسية أفضل، صحة جسدية أفضل، فبالتالي حيكون مدخولي المهني أفضل. فأنا بحاجة لهالاهتمام والتركيز على النفس لحتى يكون أدائي ومجهودي وتركيزي على نفسي أفضل، فبالتالي حتكون حتى المود تبعي والمزاج تبعي أفضل، فتعاملي مع الآخر رح يكون أفضل. فهي شغلة أساسية ما لا ترفيه. هلا اللي بدنا نقوله كيف بدي اهتم بنفسي، كتير مهم إنه نعرف إنه في جوانب كتيرة بتهتمي فيها بنفسك. ليش كمان؟ لأنه أنا بالآخر لما بتعامل مع الآخر أنا لازم أكون هادية، لازم أعرف كيف أعتني بعائلتي، أعتني بأصحابي، أعتني بزملائي، أعتني بعملي. هدول كلياتهم بدهم صحة نفسية جيدة وصحة جسدية جيدة بتيجي من الاهتمام بالنفس. كيف ممكن أنا أهتم بنفسي؟ بكل بساطة طبعا على الأصعدة الجسدية، العقلية والنفسية والروحية، ما بغفل عن الجانب الروحي، لأنه ممكن أنا أنهك إذا كنت طبعاً على الصعيد الروحي غير جيدة. فأنا لازم أمشي بهدول الأصعدة كلياتهم لحتى أقدر أنا أعتني بالآخر. في مثل إنجليزي بيقول كيف بدك تعبي الكوب غيرك إذا أنت أصلاً كوبك فاضي، أو عبي كوبك أول. نحن منقول باللغة العربية فقد الشيء لا يعطيه. فأنا إذا ما كنت مهتمة بحالي وحابة حالي ومقدرة ذاتي، أنا كيف بدي أهتم بغيري؟ كيف بدي أعتني بغيري؟ كيف بدي أحب غيري؟ فهذا الشيء كتير مهم إني أنا أعتني بحالي وركز على نفسي، وكتير مهم إني أعتني بهدول الجوانب الأربعة. في كتير أمهات تجيني كاستشارات خاصة النساء، فبتقلي إنه بس أنا عائلتي، أنا أبنائي، أنا زوجي، أنا في تجربة كتير بسيطة دائما بعملها للمتدربين أو للاستشارات اللي بتجي. أي شيء نحن بحياتنا بيزيد النقيمة. يعني أنا مثلا خلقان بهالكون هذا، فأنا عندي عائلة مترابطة، فأنا خليني أقول أنا واحد وعائلتي موجودة، فأنا قدامها صفر، فصارت الواحد شو؟ عشرة. صارت قيمتها أكبر. جميل جدا. طب أنا درست حطينا صفر تاني، فصارت شو قيمة؟ أعلى 100. فأنا تزوجت صارت 1000. فأنا تخرجت وصار عندي الشهادات الماجستير والدكتوراه أو الجامعة أو أي شيء أنا تخرجت. فكل شيء إنجاز أنا عملته زاد قدام هذا الواحد صفار. فإلك تتخيلي الصفار لا حسرة لها، قد ما حطيتي إنجازات وعملتي بحياتك عمل وخطي مهارات وقدرات وثبتتي حالك بالمجتمع، كل ما زاد عندك الصفار فصارت قيمتك أعلى أكبر. طب إذا نحن هذا الواحد راح، شو صفي؟ ولا شيء. صفي الصفار كله. فانت اللي عم تعطي قيمه للناس اللي حواليك، انت لما بتعتني بنفسك بتعتني بذاتك، انت حتحسي تعطي قيمه للاخر من خلالك. طبعا هي مو انانيه ابدا، في شعره معاويه بين الانانيه وحب الذات او الاهتمام بالذات. انا عم بهتم بنفسي لان بدي اهتم بالاخر، لكون فعاله بالمجتمع، لكون فعاله بضمن الجماعه اللي عايشه فيها. فكتير مهم اني انا اهتم بنفسي على الصعيد الاربعه اللي نحن ذكرناهم. مريم، يعني العمل الأساسي اللي ذكرتي إنه بعدم الاهتمام بالذات بيقول لك ما عندي وقت، يعني صحيح. سواء متزوجة أو غير متزوجة أو حتى الرجال، اليوم هو 24 ساعة ما في غيرها، يعني معروف. كيف فيها هي أي وقت برأيك إنه إذا بدها تنظم حالها
هو وقت مناسب لتقدر تعتني بحالها ولا مثلاً واحدة أو فترة مثلاً الاعتناء ممكن تتقسم خلال اليوم؟ كيف ممكن نقدر دائماً نحن عندنا مشكلة بتنظيم الوقت أو خلق هذا الوقت، كيف نحن ممكن نساعدهم بهذا؟ تمام، هلا بتنظيم الوقت ما في حدا عنده 23 ساعة وواحد عنده 24 ساعة، ما في حدا واحد عنده 19 ساعة وواحد عنده 28 ساعة، هي 24 ساعة. فالفكرة إنه بال 24 ساعة فيني أنا أعمل كتير إنجازات إذا نظمتها. اما العشوائيه اللي نحن عم نعيش فيها كامهات او نساء او حتى كفرد يعني بالجماعه، هذا اللي بيخلق عنا عدم اني انا عم بلحق الانجازات اللي بدي اعملها، او انا بدي اقرا هذا الكتاب بس والله ما في وقت، او انا بدي اهتم بنفسي، رايحه على مثلا اعتني بنفسي، اعتني بجسدي، بدي اعمل سبور، بدي اعمل رياضه، والله ما عندي وقت. هي مجرد اني انا نظم اوقاتي واعطي اولويات. الاولويات هلا قبل ما ذكر اول شيء ذكرناها، الاولويه لمين؟ لنفسي، لذاتي، بعدين بيجي الآخر. لما بحط الأولويات برتب الأولويات بترتب معي الوقت مباشرة. أنا الأولوية، مو برجع بقول ما لا أنانية، أنا الأولوية لأني أنا موجودة، أنا بصحة نفسية جيدة، أنا بصحة جسدية جيدة، فأنا فعالة ضمن الأسرة، ضمن البيت، ضمن العمل، ضمن أي مكان أنا فيه، ضمن أي زمان أنا موجودة فيه. فالأولوية هي أنا. فلما بعطي أولوية لإلي حيكون عندي على الأقل، أنا بستحق كشخص على الأقل ساعة بالنهار، بستحق اني انا اخذ ساعه لإلي، بريك لإلي، مو لشغل، لا كي مو لعيله، مو لزوجي، مو لام. السؤال لما بتكون ما انا موجوده هي الساعه، لما بتكون ان كان ام، ان كان رجل، ان كان اي عدد من اعضاء الاسره، هو مكرس يمكن كل وقته وكل حياته لهي الاسره. تمام. ممكن يجي وقت هو مثل ما بنقول ينهار لهي الدرجه انه انا يمكن ما عاد قادر اني اعطي. شو الاثار السلبيه انه نحن نهمل حالنا بطريقه كثير مبالغ فيها؟ طبعا هلا انت ذكرتي كلمه انه انهار، يعني انت فقدتي كل شيء. فقدتي كل شيء بمعنى اني انا حاطه معلقه قيمتي بالاخر. هلا اذا بدنا نرجع نقول انا اذا بدي اهتم بحالي مشان شو؟ مشان انا اعلي قيمتي. فانا لما بدي اعلي قيمتي لازم انا ما اعلق القيمه تبعي بالاخر. بيقول في مثل بيقول لا تعلق قيمتك بوجوه العالم او الناس، الناس كل يوم بتغير وجوهها. نحن بنقول مو كل يوم، كل ساعة، كل ثانية بتغير وجوه. فأنا قيمتي موجودة مو بالآخر، يعني قيمتي مو موجودة إني أنا متزوجة الشخص المهم الفلاني، أو مو قيمتي موجودة إني أنا أمتلك السيارة الفلانية. هي شغلات موجودة وضرورية، ولكن مو هي قيمتي. مو قيمتي إنه أنا عندي أنا أطفال أو عندي أبناء كتير وعندي ذرية كتير وأنا عم بشتغل عليها، مو هي قيمتي أبدا. القيمة الحقيقية جوهري بذاتي. هلا هي شوي فلسفية، وإنما خلينا بس ناخذها بشكل بسيط جدا. قيمتك مو بإنه أنت مربية أولاد، مو كل حياتك هي أطفالك، مو كل حياتك هي زوجك، مو كل حياتك هي عملك. إذا نحن أعطينا اهتمام وركزنا اهتمام لشيء جانب واحد فقط بحياتنا، فحيصير هي الكلمة اللي قلتيها انهار. ليه؟ لأنه الإنسان مجموعة خليط من كل هدول الجوانب. إذا زعزع شي جانب حتحسي حالك انك انت فاقده للطاقه، منهاره، متزعزعه، ثقتك بنفسك قليله، ما عندك قيمه لنفسك. فمن اهتمامك بنفسك حتصير عندك قيمه لنفسك. انا قيمتي مو معلقه بحدا ابدا، لا قيمتي باطفالي، لا قيمتي بزوجي، ما قيمتي باي شيء مادي، قيمتي بنفسي انا. في تجربه عملها بتوقع كان في دكتور بجامعه بامريكا، مسك $100 وعم بيعطي درس لطلابه على القيمه، قيمه الذات، انه هي $100 شو ممكن انا اشتري فيها؟ فكتير طلاب صار يقولوا بشتري فيها كذا وبشتري فيها كذا. قال له بحسن اشتري فيها مو بس بالمية، فيني بشتري فيها بالتسعين، بالثمانين. قام قالوا له ايه، قام جعلك $100. قال له فقدت قيمتها $100 شيء؟ قالوا له لا، دعس حتى بالارض ودعس عليها. فقدت قيمتها؟ قال له لا. فنفس الفكرة، لو اجت علي ظروف ما حدا قدر التضحية اللي انا عملتها، ما حدا طالب مني تضحية على فكرة، ولكن عم ضحي، ما حدا قدر الوقت اللي انا عم بعطيه، ما حدا قدر العمل اللي انا عم بعطيه، قيمتك هي ذاتها، ما رح يصير لها شيء. نفس الظروف اللي صارت لل $100 حتصير لها. نحن بحاجة شوية تقدير اوقات. نعم. دعم لما نعم. اي شخص بيكون عم يعطي كثير، عم بيقدم مثل ما بنقول اقصى طاقه عنده. صحيح. فده حلو لما الوسط المحيط العائله اطراء. تماما تمام، حلو. التقدير لهذا الشيء قد ايه بيعطيه الواحد دافع للاستمرار بطريقه جميل افضل جدا. من قبل. هلا امتى بيجيني الاطراء؟ امتى بيجيني تقدير الشغل اللي انا عم بعمله؟ لما بقدر انا شغلي، لما بقدر انا ذاتي. برجع بقولك ما بقدر انا شربك من كاستي اذا كانت فاضيه. فأنا لازم أقدر نفسي وحب نفسي لحتى يحسن الآخر يقدرني. في كتير أمهات بتقلي زوجي مو مقدرني، أو في كتير ناس بالعمل بتقلك أنا بشتغل شغل كتير كبير بس ما حدا مقدر شغلي. مو لا تقدري نفسك بالأول،
مو لتعطي قيمه لحالك بالاول، مو لتحطي قيمتك مو معلقه لا بشغلك ولا بحدا ابدا، معلقه فقط فيكي انت بعملك بكيفيه افادتك بحالك بالمجتمع اللي عايشه فيه. هون انا بعرف قديش قيمتي، لما بهتم بنفسي رح اعرف قديش قيمتي وشو هي قيمتي بالضبط، ابدا بشيل اللي تعلق فيه. ولما بعرف قيمتي حياخذنا للخطوه الثالثه واللي هي مهمه جدا جدا، حب الذات، حب النفس. انا لما بحب نفسي برجع بقلك حيكون أدائي أحلى، حيكون مرتاحة. وعلى فكرة لما بحب نفسي حيصير عندي هرمونات السعادة عم تفرز تلقائيا بدون ما أنا أخذ منشطات، بدون ما أنا أخذ أي شيء لحتى أنا أكبح الحزن اللي عندي أو أنا مشط نفسي أو أنا أطلع من مزاج ماله منيح. فأنا حأعرف كيف افرز هالهرمونات وعيش فعلا بسعادة، مو بس إنه أنا استنى سعادتي من الآخر. حلو كتير إنه يطروا علي العالم، حلو، ولكن هي إضافية مو أساسية. الأساسي إني أنا أكون راضي عن نفسي، الأساسي إنه أكون راضي عن إنجازي، الأساسي إنه أكون أنا عن جد بقدر نفسي وبقيم نفسي كنفسي مو كآخر. حلو كتير إنه غيري يقيمني، حيجي على فكرة تلقائيا. سبحان الله، بتقولي الشخص هاد متألق، عنده هيك نورانية بوشه، ليش؟ لأنه هو فعلا واثق بنفسه. أما الشخص اللي ما واثق بنفسه فكيف الناس تثق فيه؟ اللي ما بيحب حاله كيف الناس تحبه؟ فأنا لما بدي حب حالي كتير مهم أعرف كيف حب حالي. هلأ السؤال اللي بيطرح نفسه، طيب كيف بدي حب حالي؟ هذا السؤال رح نسألك يا، كيف حلو. كيف ممكن أبدأ هلأ إذا قلت لكم، إذا قلت لكم كهيك سؤال، عددي لي 4 أشخاص بتحبيهم بدون ما تذكري لي إياهم بعقلك ببالك. عددناهم كتير حلو. في هذا الشخص موجودة أنت في واحد من هالأربع أشخاص؟ أكيد أنت موجودة بهدول الأشخاص الأربعة. قلتي أنه أنا بحب مريم، يعني انا مريم بتحب مريم، بتحب فلان، بتحب فلان، بتحب فلان، فانت متصالحه مع نفسك. اغلب الناس اللي نحن سالناهم الاسئله ما كانوا ما كانوا بين الخيارات اللي كانت. فبقول لهم انت احق انك تحب هذا الشخص اللي انت دائما ملاصق لك. اكثر شخص حتعيش معه هو نفسك. فيك تتجاهلي اختك، فيك تتجاهلي امك، فيك تتجاهلي الاقارب، فيك تتجاهلي مديرك، فيك تتجاهلي كل الناس اللي عايشه حواليهم، ولكن ما فيك تتجاهلي نفسك. طيب فكتير مهم انك تحبي نفسك. طيب كتير حلو الحكي اللي عم تقولي مريم، وكانك عم تقولي لنا انه حب الذات لازم يصير بالمرتبة الاولى اليوم، يعني على صعيد اختياراتنا الشخصية او حتى المهنية. هون ممكن شوي بعض الاشخاص يقولوا لنا طب في شيء اسمه تضحية، في شيء اسمه انه خصوصا مثلا بادوار مثل دور الام هي متعودين عليها، بتضحي بتضحي بتضحي، يعني هي الكلمة الاساسية عندها اياها. فبتقول لك انه مثلا اذا راحت مثلا بدها تروح ساعة مع رفقاتها وتركت ابنها صغير بحسها كيف لك قلب؟ كيف لك قلب؟ بأنبع ضميرة صارت له فرصة بالحياة مثلا سفر او شغل بتتخلى عنها، بتقول ما بقدر مثلا اترك اولادي هاي الفترة. طب هون كيف فينا ننمي هذا الاحساس؟ اكيد ما راح هي ما انا كبسة زر فورا الواحد ما كبسة زر. هي تدريب. كيف ممكن ينمي؟ هلا انت اخذتي جانب ثاني للحب الذات، مو كمحبة الذات، هي كاجراءات ممكن انا اعملها. يعني انا مثلا بنرجع للاولويات. اولوياتي هلا الان شو؟ انا اولا. طب بعد الانا شوفي ابني صغير ما بقدر اتركه، فهي مو تضحيه هي واجب. يعني ابني رضيع وانا اللي الام اللي عم ترضع هذا الطفل، فهذا واجب، هذا من الاولويات. فلما بترتبي اولوياتك ببين معك شو ممكن سير حياتك او الاجراءات اللي انت حتعمليها. هلا ممكن فرصه ترحلك ولكن في اولويه بحياتك، ما اسمها تضحيه. على فكره اذا عم تضحي طول حياتك حتضلك عايشه دور الضحيه طول حياتك، حتقولي لساته ابني صغير وصار عمره 20 سنه ولساته ابني صغير بنظره. فالفكره انه ممكن حدا ياخذ اذا اجتني فرصه يكون في ام بديله، يكون اختك مثلا، والدتك، ممكن سفره صغيره ترجعي تظبطي الوضع ممكن. طب انا ما لقيت، اوكي بقول لك انا هون في اولويات. هي ممكن نوع من انواع التضحيه ممكن، ولكن ممكن خليها اخر خيار. دائما فكري بنفسك لانه انت بخير، اطفالك بخير. دائما بنقول الام الانانيه مو بانانيتها المطلقه، ولكن الام اللي بتحب حالها عن جد حيكون لها جلد انه تسمع ابنها. تعي نفرق بين الام الانانيه، اذا انت اعطيتي مثال عن ام انه هل ترى عم تضحي، ام مضحيه ام انانيه، مين الافضل؟ طبعا مو الانانيه بالسلبيه، ولكن الانانيه اللي بيفكروها العالم انه هي حب النفس. خلينا نظبط المصطلح، الام اللي بتحب نفسها او بتهتم بنفسها، او فينا نقول العاطي اولويه، العاطي الاولويه لنفسها لحتى تحسن تكون عندها جلد لحتى تربي اطفالها. فحتلاقي الام المضحيه دائما دائما شكلها مو مرتب، دائما حتكون هي الام ما عندها وقت لنفسها، حتقول لك انا ابني قبله،
انا ابني على دراسه، انا زوجي، انا عائلتي، انا فحتلاقيها كشكل مو مهتمه بنفسها مو مهتمه بجسدها. صح، وحتى مريم ما بتلاقيها مبسوطه يعني بهي التضحيه تماما، الجانب الانثوي، الجانب الانثوي هيك ناطره السعاده من الاشخاص اللي المفروض هي ضحت مشانه. تمام، هلا برجع بقول اذا علقتي سعادتك وعلقتي قيمتك بالاخر، هذا الاخر حيروح عاجلا ام اجلا. بس مريم خلينا شوي نكون واقعيين. اكيد يعني واقعيين، نحن بمجتمعنا قد ايه نسبه الامهات اللي عندهم ما رح اقول انانيه، هذا جزء من الوعي لحتى نحن نخبي شويه وقت لحالنا نرجع فيه لذاتنا نعمل شغلات بنحبها، قد ايه بتشوفي هذا الشيء موجود اليوم بمجتمعنا؟ هلا نحن اذا بنرجع للمثال اللي طرقته وما كملته، الام المضحيه والام اللي بتهتم بحالها، فشوفي الام المضحيه دائما شكلها ماله مرتب، ما عندها وقت، ملحوقه دائما، عم تعمل كل جهدها لتسعد عائلتها، بالاخير حيجي ابنها شو يقول لها ماما انا عندي شغله الفلانيه بدي احكيكي فيها، ايه حبيبي هلا شوي ثانيه بعدين بعدين، ما لها هالطاقه اللي تحكي فيها مع هذا الطفل. نفس الشيء جوزها ما رح تكون لها الطاقه لحتى تقعد وتسامره بالليل او تعمل واجباتها الزوجيه، ما حيكون لها الطاقه انه مثلا تسهر او يجيها ضيوف وتكون بابها حله، حتكون اكيد اكيد في شيء ناقص بحياتها. ننتقل على الام اللي مهتمه بنفسها، ممكن ما تكون عم تعمل الاكل العظيمه لاطفالها، ممكن بيكون بيتها كثير مرتب ولكنها هي مرتاحه، فلما بيجي جوزها عم بيشكي لها عن مهنته عم تسمع له، عم تعطيه الوقت الفعال. لما بيجي ابنه عنده مشكلة أو عنده أي شيء عم بيحكيها فيه أو مثلا بده درس، حيكون إعطاءه مع طفلة فعال أكثر. فهون أنا بقول مو ضروري التضحية أني أنا أكون أم نظيفة جدا مرتبة جدا عاطية أولوية لأطفالي، عاطية اهتمام كل اهتمام وتضحية لأطفالي، أبدا مو صحيح. هاي الأم بيوم من الأيام حتنهار، وباليوم من الايام حتقول يا ريتني ما كنت ام، يا ريتني ما تزوجت اصلا، وكثير استشارات بتجينا بتقول ما بدنا نوصل لحين او كثير تماما في كثير استشارات تجي بتقول لك انا يعني ندمانه اني انا مثلا تزوجت، او انا ندمانه اني انا صار أو ما عندي كفيت تعليمي، تمام، او ما كفيت تعليمي، او انا هالفرصه اللي اجتني رحت قلت لا عائلتي ابدا انا ابدا. بالنهايه الكل حيتركك، حتبقى نفسك هي معك، فخلينا نشتغل على النفس. طبعا مو بانانيه ولا بنرجسيه ابدا، ولكن باولويه، في اولويه انت وبعدين في غيرك، اكيد ما رح توقفي عند اولويتك انت وتهملي غيرك. تمام. في درجات، وانما الدرجه الاولى هي انت، فالام هي اللي مهتمه بحالها حيكون عندها الوقت الجيد لتسمع اطفالها، الوقت الجيد لتكون مع زوجها. هون صحيح، قديش احنا بحاجه دعم المحيط، ان كان من زوج، ان كان من اصدقاء، من اهل، من كل هذا الشيء، لانه فعلا الاعباء والواجبات هي كثيره، في حال كان العبء كله على شخص واحد فهو اكيد رح ما رح يقدر يقوم بكل هي الواجبات. صحيح، هلا انا برجع بقول دائما لا تطلعي ولا تستني تاخذي قيمتك او تاخذي سعادتك من الاخر، سعادتك بنفسك، سعادتك بقيمتك انت وقيمتك انت بتعمليها. هي شغله ممكن تكون جديده علينا او نحن ما تبرمجنا عليها من الصغر، مشان هيك بناخذ دائما الام التضحيه. تمام. الام هي اللي بتترك كل شيء مشان اولادها، او الانثى بالذات الانثى هي اللي بتضحي مشان خطيبها او حبيبها او زوجها. حلو، كثير حلو، ولكن بيجي بالمرتبه الثانيه، واكيد في درجات. لما تكوني انت بالمرتبه الاولى فكله بيرجي بعدين. يمكن لما هيك نوقف كل فتره ونسال حالنا شو بنحب وشو ما بنحب وشو بدنا اياه، نقدر نوصل لهي المرحله بترتيب الاولويات اللي ذكرتيها. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا مريم حاج عثمان. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك مريم مره ثانيه. اما هلا مشاهدينا بننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والمحليه والعالميه مع زميلتنا متيلدا كربوج. يسعد صباحك متيلدا. صباح الخير فرح ونرمين ولضيوفكم. مشاهدينا موجز لاخر الاخبار، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. نفذ أهالي مدينة القامشلي وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان التركي المتواصل على مناطق بريف الحسكة، ورفضا لوجود قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي على الأراضي السورية. وأكد المشاركون ضرورة الوقوف ضد كل أشكال الاحتلال، وخاصة ما يقوم به الاحتلال التركي من سرقة وتدمير وقتل للمواطنين العزل، وما يقوم فيه أيضا المحتل الأمريكي من نهب لثروات سوريا من نفط وقمح وغيرها.
تصدى أهالي قرية تل ذهب بريف الحسكة الشمالي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري لرتل عسكري للاحتلال الأمريكي وطردوه من محيط القرية. وذكرت مصادر محلية من ريف القامشلي أن رتلا مؤلفا من 5 مدرعات تابعة للاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة دفع رباعي تابعة لميليشيا قصد حاولت المرور عبر قرية تل ذهب، فقام الأهالي بمساندة حاجز الجيش الموجود في المنطقة بالتصدي للرتل وأجبروه على تغيير مساره وطردوه من المنطقة. استشهدت شابة فلسطينية بنيران جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بذريعة محاولتها طعن أحد الجنود. وأفادت مصادر محلية بأن الشابة أصيبت بالرصاص الحي في الجزء العلوي من الجسم ونقلت إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وأعلن لاحقا استشهادها. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير 4 مقرات للقيادة و13 موقعا لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية. وأفاد الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كونشينكوف أن الطيران الروسي استهدف 10 المقرات العسكرية الأوكرانية وأنه تم تحييد 290 من النازيين الأوكران وتعطيل 10 قطع من الأسلحة والمعدات القتالية. الموجز على آخر الأخبار السياسية لهذه الساعة انتهى، والآن عودة إلى برنامج صباحنا غير والزميلات فرح ونرمين. شكرا لك ماتيلدا من غرفة الأخبار، ومكملين بفقرات صباحنا. صحيح فرح، متعودين دائما ضمن مساحات صباحنا غير يكون عندنا مساحة نستضيف فيها الأشخاص المعنيين من المؤسسات لنجاوب على استفسارات المواطنين من مختلف الشرائح. ومساحتنا الحالية راح تكون أو نضوي على الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الهيئة الفعالة بالحياة الطلاب والعديد من مناحي الحياة والوزارات. بعض الطلاب يمكن ما بيعرفوا الدور الأساسي والفعال للاتحاد، بيجهلوا شوية كيف طريقة التواصل معهم، وفي بعض الطروحات وردتنا منكم. كل هاي الأمور رح نطرحها على ضيفنا بالاستوديو الأستاذ عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. يسعد صباحك عن جديد أستاذ وأهلا وسهلا فيك. دائما في السؤال المطروح أو البعض ممكن يجهل دور الاتحاد الوطني سواء في المجالس التعليمية أو في مكان مجلس التعليم العالي، خلينا نقول ما مدى أهميته فاعليته دوره باتخاذ القرار؟ بالبداية صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين، وكل التحية لقناة الإخبارية السورية، وبحب حي زملائي طلاب سورية وبتمنى لهم التوفيق بامتحاناتهم. هلا حاليا قسم كبير عم يقدم امتحانات عملية وقسم عم يقدم امتحانات النظرية، نحن بنثق بجهودهم وامكانياتهم ولمسناها بشكل حقيقي خلال الفترة الماضية اللي هي كانت فترة صعبة طبعا على الجميع وعانوا فيها الطلاب كثير. مع ذلك نحن طلاب سوريا اللي نحن بنفتخر فيهم دائما، هن استمروا بتحصيلهم العلمي واستمروا بدوامهم بوجودهم بالجامعات واستمروا ايضا طبعا بتفوقهم بتميزهم بابداعهم. لا بصراحة يعني دور الاتحاد الوطني طلبة سوريا، طبعا الدور الأساسي للاتحاد معروف هي المنظمة بتمثل شريحة الطلاب، فبالنهاية هو واجب الأساسي أو محور عمل الأساسي هو الدفاع عن حقوق الطلاب ومصالحهم سواء ثقافية ولا اجتماعية ولا علمية، ومن ضمن طبعا المجالس الجامعية واللجان المختصة اللي هي بتعالج أوضاع الطلاب وبنفس الوقت هي بتصنع القرارات اللي خاصة بالطلاب بتلمسهم. وجود الاتحاد كجهة بتمثل الطلاب في هاي المجالس هو أمر هام جدا. أنا طبعا من خلال اطلاعي على التجارب العالمية بموضوع المنظمات الشعبية وخليني أقول اللي بتمثل شريحة الطلاب، أتوقع يعني اتحاد وطني طلبة سوريا كهيكلية وكتنظيم وجوده بهاي القوة بكل المفاصل المعنية بالعملية التعليمية، أتوقع هو من التجارب النادرة الموجودة بدول العالم، أنه هي بموجب مراسيم بموجب قوانين هو موجود بكل هاي المجالس. فبالنهاية نحن واجبنا الأساسي ندافع عن دور الطلاب بهي المجالس وبهي اللجان،
بالنهايه نحن طبعا لما بنروح باتجاه الدفاع عن مصالحهم هو بناء على التشاور معهم، بناء على استطلاع ارائهم والاخذ برايهم، وهن كيف بيشوفوا حل المشكله، لحتى نحن كمنظمه بتمثلهم بتروح بتدافع عنهم بهي المجالس. طبعا كل قياداتنا الاتحاديه اللي بتمثل الطلاب هي قيادات منتخبه من الطلاب، فبالنهايه طبعا هن لازم هذا الممثل هو يكون حاصل على ثقه زملاء الطلاب بالانتخابات، وعنده الإمكانيات ومهارات التواصل وكل القدرات لحتى يمثلهم بشكل صحيح بهي المجالس بهي اللجان. تمام أستاذة عماد، ركز على نقطة التواصل مع الطلاب، ولكن في بعض الأشخاص بيقولوا أنه التواصل ما نو كافي وليس فعال مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، رغم وجود هي المجالس اللي ذكرته ورغم وجود اللجان والانتخابات. برأيك اليوم مع التطور يلي التكنولوجيا يلي صاير والمتغيرات يلي عم تصير بسوريا، بحاجة لطرق تواصل فعالة أكثر لتوصلوا أكبر يعني لعدد أكبر من الشرائح الطلابية؟ اللي هو بصراحة السؤال كتير مهم يعني، وهو تساؤل، هو خلينا نقول إشكالية حقيقية يعني. إشكالية أنا ما عم بحكي على مستوى منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فقط، أنا بشوف الموضوع بصراحة هو أعمق، والإحاطة بكل الظروف المحيطة هي خلينا نسميها يعني هي أزمة الثقة. أزمة الثقة هي بالأساس هي موجودة ما بين المواطن وبين المؤسسات، هي لها يعني لها علاقه بثقافه المجتمع ولها علاقه بمجموعه من القضايا اللي نحن ما لنا بصدد هلا حاليا نتناولها ضمن الحلقه. هلا هون الاشكاليه، طيب انه الطلاب يقولوا نحن ما عم نتواصل بالاتحاد، طيب اذا بدي اسال انا شخص بيمثل الاتحاد بيقول لك انا في حال التواصل، بدي اقول انا مثلا يوميا عندي مئات المراجعين لفروع الاتحاد لقياده الاتحاد، انا عم نظم مثلا الفعاليات سواء الادبيه ولا الرياضيه ولا الثقافيه الاجتماعيه، عندي انا عشرات الاف الطلاب اللي هي بتشارك بهي الفعاليات. طبعا في فعاليات والطالب موجود معي، يعني موجود معي على مدار يومين ثلاثه عم يحضر فعاليه، انا مثلا عم نظم المهرجانات السينمائيه، المهرجانات الادبيه، البطولات الرياضيه، يعني انا مالي هلا متاكد يعني اكثر من عشرات الالاف موجودين معنا. مع ذلك انا يعني بتمنى طبعا دائما الكل يتحمل مسؤولياته، يعني انا بحمل المسؤوليه بالنهايه للطالب، يعني انت انتخبتني لكون ممثل عنك، بالنهايه لما انا ماني جدير كون انا مثلا ممثل عنك المفروض انت ما بقى تنتخبني، او المفروض انت تجي تحاسبني. طبعا هذا الموضوع وفق خلينا نقول نظام الداخل الاتحاد، انا منتخب ونحن امام مؤتمرات سنويه، هي المؤتمرات ايضا عم يحضرها عشرات الاف الطلاب على مستوى الجامعات السوريه، وهي المؤتمرات هي محدده طبعا ليتناول مواضيع لها علاقه بانتخاب قيادات جديده، لها علاقه بتقييم المرحله السابقه. فالمفروض لما الطالب هو بيشوف نحن ما نكفؤين المفروض يعيد انتخاب هي القيادات اللي بتمثله. بنفس الوقت يعني خلينا نقول يعني نحن كاتحاد صراحه حاسين بهذا الموضوع، بموضوع هي الاشكاليه، لذلك رحنا نحن لدراسه الموضوع بطريقه منهجيه بطريقه علميه صحيحه لنعرف نحن حالنا كاتحاد حاليا وين موجودين وين لازم نروح. نحن من اكثر من سنه ونصف عملنا استراتيجيه لعمل الاتحاد، وهي الاستراتيجية استندنا فيها بشكل أساسي يعني بكل مفاصلة على استطلاع آراء الطلاب من خلال الاستبيانات، استهدفنا فيها الطلاب الموجودين بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة. بنفس الوقت عملنا جلسات حوارية على مستوى كل الجامعات السورية وفروعها، طلبنا من الطلاب هي الجلسات هي استطلاع الآراء أنه أنت شو بدك من منظمة الاتحاد الوطني طلبة سوريا. بناء على هي الاستراتيجية وهي الدراسة اللي صارت نحن حددنا أهداف وحددنا عناوين أساسية وعم نروح باتجاهها. لذلك إذا بنلاقي هلا حاليا في مفاصل عمل جديدة بعمل منظمة، موضوع الاهتمام بالمتفوقين، اهتمام بالمتميزين، بالاهتمام بالطلاب الرياديين، ملتقى الاستثمار الريادي اللي عملناه من خلال حوالي تقريبا من فترة أسبوع. فهي المشاريع الجديدة هي كلها صارت بناء على استطلاع آراء الطلاب. الطالب هو مطلوب منه يتواصل مع منظمته، ومطلوب طبعا من المنظمه وقياده الاتحاد هي يكون على حاله تواصل دائم. نحن المكاتب مفتوحه بتوقع. الامر اللي حكيتي عنه موضوع التواصل الالكتروني هو هذا كان هم اساسي بصراحه، رحنا باتجاهه بطريقه حرفيه بطريقه مهنيه. حاليا نحن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالاتحاد هي يعني جدا قويه. اتمنى مثلا يكون في مع حدا من زملائي المعني بهذا الملف بشكل دقيق، ولكن انا بدي اقول قناه تيليجرام الخاصه بالاتحاد هي قناه رقم واحد بسوريا، يعني في اكثر من 110,000 طالب عم يتابعوا من خلالها كل القضايا الخاصه فيهم، الخاصه بالامتحانات، الخاصه بالانشطه الاتحاد، كل الامور اللي نحن عم نشوفها هي هامه ولازم توصل للطلاب. بالنهايه في اليات شكاوي الكترونيه وصلنا اياها، في مجال امامه من خلال المراجعه بشكل مباشر او من خلال الكتب المراسلات، فكل
السبل هي متاحة أمام الطالب لحتى يتواصل مع الاتحاد. بما أنه ذكرنا أمور الشكاوي اللي بعض المشاكل يمكن حتى نتذكر من خلال تجاربنا نرمين أنه ممكن تكون موجودة خلال بداخل الحرم الجامعي أو خلال سنوات الجامعية، في حال تعرض أحد الطلاب يمكن لتظلم بمادة معينة احتاج لمراجعة، قدي ممكن اتحاد الطلبة ممكن ينصفه أو يساعد بأنصافه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية في أمور السكن الجامعي، لأي درجة اتحاد الطلبة ممكن هو يتابع أمور السكن الجامعي بشكل دقيق؟ هلا نحن بنعرف يعني سوريا هي دولة مؤسسات، وبالنهاية طبعا نحن الجامعات ومؤسسات التعليمية والخدمات اللي هي بتترافق معها سواء المدن الجامعية، صندوق التسليف الطلاب، وكل خدم بحث العلمي وكل الأمور الأخرى هي موجودة مجالس، هي مجالس هي بالديرة، وبكل هاي المجالس طبعا ممثل الاتحاد الوطني للطلبة السوري، يعني في ممثل للاتحاد موجود فيها. الطالب إذا تعرض لمظلمة في عندنا لجان خاصة مثلا اسمها لجان الانضباط ولا لجان التظلم أو مجلس الجامعة اللي هو بالنهاية صاحب القرار النهائي، الاتحاد موجود فيها وبيدافع عن الطلاب بهي المجالس وبهي اللجان. لهون بقى يعني خلينا نقول احنا لمسنا يعني موضوع انه الشخص اللي بده يدافع عن هالطلاب بالإضافة انه هو منتخب، نحن لازم هو يكون عنده مهارات تواصل وإمكانيات. اشتغلنا على هذا الموضوع بقيادة الاتحاد من خلال دورات حرفية مهنية على وسائل التواصل، إدارة الجلسات أو تنمية المهارات الطلاب وتنمية مهارات قيادات الاتحادية ليمثلوهم بالشكل الصحيح. أتوقع يعني أنا بدي أقول هذا الشيء يعني، وبالنهاية يعني الطالب هو أيضا من مسؤوليته ومن مهامه هو يتواصل معنا بشكل دائم في حال تعرض لمظلمة. كل السبل مثل ما حكينا متاحة، هو يراجع مقرات الاتحاد ليشرح المشكلة، أو إذا حابب يبعث المشكلة إلكترونيا، ونحن ما عم نطلب منه مثلا يحدد اسمه، أو أحيانا يكون في تخوف إذا أنا اشتكيت على حدا من الأساتذة أو على جهة معينة، هو بإمكانه يبعث الإشكالية ونحن بنتابعها. من خلال هاي المجالس وهي اللجان عم ندافع عن الطلاب وعم نحل مشاكلهم. هون بقى يعني أنا الشخص اللي بيتمتع بمهارات هو بحاجة أيضا لموضوع يكون محيط بكامل التفاصيل اللي المشكلة لحتى هو يحسن يعالجها، ولحتى يكون هو صاحب حجة قوية بالدفاع عن الطالب بهي المجالس. هون بتمنى من كل زملائنا الطلاب أنهم فعلا يراجعوا فروع الاتحاد أو الهيئات الإدارية. نحن الهيكلية التنظيمية تبدأ من الهيئات الطلابية اللي هي على مستوى الكليات وعلى مستوى المعاهد وممثلين بمجالس إداراتها ومجالس الكليات، وبعدين مجلس، بعدين فرع الاتحاد اللي هو ممثل بمجلس الجامعة، بعدين المكتب التنفيذي اللي هو ممثل بمجلس التعليم العالي، وكل اللجان اللي بتنبثق عن هاي المجالس نحن ممثلين فيها. هم مسؤولية الطالب، نتمنى لما يتعرض لأي مشكلة أو يكون صاحب مبادرة أو صاحب فكرة نتمنى يلجأ الاتحاد، ونحن بنقدم كل الدعم وكل الرعاية. ما يخص المدينة الجامعية طبعا أيضا بنفس الآلية، نحن موجودين يعني الهيئة المركزية اللي هي بتدير المدينة الجامعية، وأيضا في مجلس إدارة المدينة الجامعية نحن كاتحاد ممثلين فيه، وعم نتابع كل الشكاوي، عم نتابع كل القضايا اللي بتحصل بالمدينة. لقد البعض يسأل أنه قديش أنتم راضين عن واقع المدينة الجامعية أو مثلا الشيء اللي عم بيصير بالمدينة الجامعية، طبعا كل أسئلة مفتوحة ونحن تعودنا نجاوب بكل شفافية. هلا بالمطلق ما في رضا عن واقع المدينه الجامعيه، طبعا هذا ما هو انطباع الاتحاد فقط، يعني اذا انت سالت الاشخاص اللي عم بيديروا المدينه الجامعيه انه انتم شو رايكم بالمدينه الجامعيه، سواء مدير مدينه ولا الطاقم الاداري او المعاونين المسؤولين عن شؤون الطلاب، الكل حتى اذا بنسال الجامعات اللي هي عمليا مسؤوله بشكل مباشر ما في حاله رضا عن واقع المدينه الجامعيه. هلا بقول شو الاسباب كثيره، يعني انا بشوف يعني انا احد الاشخاص اللي كنت ساكن بالمدينه الجامعيه وعلى اطلاع بواقع المدينة الجامعية سواء فترة اللي قبل الحرب أو بفترة الحرب. نحن بفترة الحرب صراحة مرينا بظروف كثير صعبة، وخاصة الجانب الاقتصادي، يعني نحن خلال كل فترة الحرب ما تم بناء وحدة سكنية جديدة، يعني بنفس الوقت نحن ما تم إخلاء المدن الجامعية. نحن الآلية اللي كانت تدار فيها المدينة الجامعية طلاب بيسكنوا خلال العام الدراسي وفي فترة صيف، هاي بفترة العطلة النهائية خلينا العطلة الصيفية كان عم يتم فيها إجراء صيانة للمدينة الجامعية. نحن نتيجة ظروف الحرب صراحة صار في دورات إضافية، صار في مراسيم، صار في طلاب التعليم مفتوحين بحاجة، ما كان في أي فرصة أنه أنت تعمل صيانة كاملة للمدينة الجامعية. كانت دائما صيانات جزئية، صيانات خلينا نسميها كانت أغلبها ترقيعية خلينا نقول، ما كانت تعالج المشكلة بشكل صحيح. الأمر الأهم هو الطاقة الاستيعابية، يعني إحنا خلال فترة الحرب، قبل فترة الحرب كان في معايير، يعني أما الطالب إذا كان من ريف دمشق فرضا ما بيسكن مدينة الجامعية، إذا في مسافة 60 كيلومتر هو بين مكان إقامته وبين مكان دراسة ما بيسكن بالمدينة الجامعية. فترة الحرب صار حالة النزوح الكبيرة، ظروف الاقتصادية صعبة. الأمر الآخر موضوع الاستضافة،
يعني أنا في محافظات كاملة وفي جامعات طلعت عن السيطرة. طيب هدول الطلاب وين بدهم يروحون؟ جامعة حلب بتذكر أنا بمرحلة معينة سكرت الطرق على جامعة حلب، محافظة الرقة مثلا الطلاب اللي كانوا موجودين بجامعة الفرات، الطلاب اللي موجودين بجامعة حلب بفرع إدلب بعديد من الفروع طبعا اللي هي طبعا خرجت عن السيطرة، فهدول الطلاب راحوا على جامعات أخرى وعم يدرسوا باختصاصات مماثلة لاختصاصاتهم اللي نحن سميناه نظام الاستضافة. أملنا السكن الجامعي لكل هؤلاء الطلاب، فالغرفة اللي كانت تسع لأربع أشخاص بصراحة نحن قعدوا فيها 10 وقعدوا 12 و13 و14 لأنه كانت ظروف صعبة جدا. هذا الموضوع أيضا أدى إلى اهتلاك المدينة الجامعية بطريقة أسرع، وحكينا عن واقع الصيانات الصعب. كل هاي الظروف أدت أنه واقع المدينة الجامعية الحالي مانو بالشكل المطلوب. طبعا هو ضمن اهتماماتنا وضمن الأولويات، وبلش هلا حاليا بدت الظروف صارت احسن، الطلاب رجعوا لمحافظاتهم، تغيرت الظروف الامنيه، وقفنا نظام الاستضافه، هلا صارت الامور اريح، عدد الطلاب صار اقل، ولكن الواقع الاقتصادي الصعب والحاجه الماسه للطلاب، في شرائح كبيره من الطلاب اللي هي ما كانت تسكن بالمدينه الجامعيه اللي كان قادرين يستاجروا، حاليا صار الموضوع كثير صعب، فزادت الرغبه على المدينه الجامعيه. كل هاي التفاصيل طبعا نحن عم نتابعها اكيد، ونتعهد بزملائنا الطلاب انه كل هاي القضايا نحن بنتابعها، وبتمنى نحن ايضا يراسلونا فيها اول باول يعني. تمام. طيب استاذ عماد، هيك خلينا نحكي بالرؤيه اليوم الجديده للاتحاد الوطني. اكيد في معوقات ذكرتها كلياتنا بنعرفها، وفي عندكم نظره اليوم لتطوير هذا هي المؤسسه اذا بدنا نقول، ابتداء من التنسيب الى من اننا نقوم بالاتحاد الوطني. ما بعرف اذا كل اليوم طلاب الجامعات هم منسبين للاتحاد، او عم تصير هي يعني بشكل روتيني عم يعبوا طلب، يعني بدهم يعرفوا هذا الاتحاد شو بيقدم لي، انا ليش يعني شو بستفاد اذا كنت بالاتحاد. خلينا نحكي عن رؤيتكم تكون القادمه ابتداء من الانتساب، واي معلومه هيك حابب تخبرنا اياها. اللي هو الموضوع صار كبير يعني بصراحه، اذا بدي بحاول باختصار طبعا نضوي على النقاط اللي حضرتك تفضلتي فيها. على نحن كاتحاد طبعا من اللحظه اللي طالب بينجح فيها بالثانويه عمليا هو خلص المرحله الثانويه صار مقبل على مرحله جديده، سواء بالتعليم سواء بالكليات او بالمعاهد، يعني هي خلينا نسميه مرحله ما بعد الثانويه يعني. هلا نحن من هاي اللحظه ببلش هو صار بقى ضمن اهتماماتنا وضمن مسؤوليتنا نحن كمنظمه، يعني انا بهاي اللحظه هو نجح انا قلت له مبروك تفضل لعنا. فباللحظة اللي بيجي فيها على المدينة الجامعية هو عم يجي على شيء اسمه المفاضلة، يعني نحن مراكز المفاضلة الموجودة بالجامعات السورية وبفروعها طبعا على مستوى كل المحافظات. هون صار مسؤوليتنا نحن عم نقدم له الإرشاد، نحن عم نقدم له النصيحة كيف بيعبي الاستمارة، كيف بده يتجنب كل الأخطاء اللي عم بتصير بفترة تسجيل على المفاضلة. بالإضافة طبعا رحنا باتجاه فعاليات، لما بتحكي عن رؤيه الاتحاد صراحه هي الرؤيه كبيره، يعني اذا بدي نحن شفنا دور الاتحاد خلال المرحله الماضيه قيمناه، واقع الاتحاد الحالي درسنا كل الامكانيات، بالاضافه نحن وين بدنا نروح المرحله القادمه. لبهي الجزئيه لما بحكي انا عن موضوع المفاضله، نحن سابقا كان عندنا لجان ارشاد هي بتقدم النصيحه، رحنا باتجاه موضوع اعم واوسع، عملنا مبادره سميناها مبادره عينك على اختصاصك، نفذناها السنه الماضيه واللي قبلها. بهي المبادره وضحنا للطلاب اللي بده يجي يقدم على المفاضلة شو هي الاختصاصات الجامعية الموجودة على مستوى سوريا بالكامل، سواء يعني تعليم مفتوح أو افتراضي أو تعليم حكومي، وشو هي المتطلبات أنه أنت تدرس، وشو هي فرص عمل خريجي هاي الاختصاصات. فبيجي الطالب بعدها نحن رحنا لمرحلة اسم المؤتمرات الطلابية، مرحلة المؤتمرات الطلابية أيضا غيرنا الآليات، طبعا كل شيء نحن عملناه سواء بهي المبادرات ولا بموضوع الآليات كله كان بناء على استطلاع آرائهم، غيرنا الآليات الانتخابية صارت الانتخاب عندنا إلكتروني، غيرنا طريقة الانتخاب، غيرنا مثلا الشريحة وسعناها أكثر اللي هي تنتخب القيادات الطلابية لحتى يجي القائد الطلابي اللي بيمثل الطلاب بناء على رغبتهم، بناء على رغبة الشريحة الأوسع. بعدين رحنا بموضوع المبادرات ورعاية الأنشطة خلينا نقول نرعى المبادرات اللي تقدموا فيها الطلاب، أيضا درسنا مثلا نحن مرحلة الأزمة وركزنا نحن على المبادرات اللي هي عمليا بتخفف العباء الاقتصادية عن الطلاب وعن أسرهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة. شفنا مثلا صندوق التسليف الطلابي، عملنا دراسة متكاملة على صندوق التسليف الطلابي اللي هو طبعا لاقى اهتمام ورعاية
من السيد الرئيس والسيدة الأولى أسماء الأسد اللي التقت هي مع مجلس الإدارة، وتم بتوجيه الدعم لهذا الصندوق، ووزعنا نحن عشرات آلاف القروض على كل الطلاب اللي تقدموا، أي طالب تقدم لقرض حصل عليه. بالإضافة ركزنا بهي المبادرات أنه طبعاً نحن مثلاً توزيع كمامات على الطلاب، حاولنا نعمل تطبيقات إلكترونية هي بتتيح أنه توصل كل الكتب الجامعية المحاضرات للشريحة أوسع من الطلاب، نعملها يعني صراحة مجال عمل كتير واسع طبعاً. وأنا بتمنى طبعاً يعني أي طلاب عنده مبادرات أيضاً يتواصلوا معنا لحتى نحن نرعاها لحتى نحن نتبناها، يعني هو مجال واسع بصراحة. إذا بدي أدخل باستراتيجية برأي الاتحاد هو الموضوع كتير واسع، يعني بتمنى يعني جزء تكون الفرصة لاحقا بحلقات أوسع، يكون مدة أوسع لحتى نحسن نحكي عن كل هاي التفاصيل. أكيد. الانتساب أنت حكيت حضرتك أنه الطالب، هل أي طالب هو متاح أمامه أنه يكون موجود ضمنه؟ نحن حكيت حضرتك عن نقطة أنه هو منتسب، نحن أي طالب دخل الجامعة هو منتسب تلقائيا الاتحاد وطلبة سوريا. نعم. هذا الموضوع ما لأنه نحن قلنا غاية ليكون الكل معنا، هي القضية ما هون ليكون هو عنده الإمكانية لحتى يترشح بالاستحقاقات الانتخابيه، انه انا الطالب لحتى بترشح على الهيئه الطلابيه او لفرع الاتحاد لازم يكون منتسب للاتحاد. البعض بيقول لك احنا ما كنا نعرف، انا ما صار لي شهر بالجامعه وتعاملت استحقاقات، ما انا بالاساس ما بعرف شو هو الاتحاد وما تعرفت عليه بالشكل الصحيح. طبعا احنا فينا لقاءات مع طلاب المستجين، اي طالب سجل بالكليه عم نعمل معه لقاءات ونعرفهم على الاتحاد. يعني هي النقطه الاساسيه اللي حكيت فيها استاذ عماد، طريقه التواصل اليوم التكنولوجيا مفتوحه امامنا، بضغطه زر رساله بتوصل لاكثر من 100,000 طالب. ذكرت قناه التليجرام، يمكن هون المسؤوليه انه دائما نحن نبعث ببدايه السنه الجديده هي الحقوق اللي بتقدروا بتحصلوا عليها من الاتحاد، هذا الخط الساخن يلي ممكن تتواصلوا معه. واكيد مره عن مره لما نحن نلبي الشكاوى بتنبنى ثقه تلقائيا، انا حليت لي مشكله فرفيقي رح يعرف رح يلتجئ لكم. والمهم انا يعني خليني اقول عن الاتحاد، يعني وبالنهايه انا مسؤول عن كلامي، يعني ما بتوقع يعني في حدا راجع الاتحاد لو طلب السوري وكان عنده مشكله، طبعا مشكله تكون محقه يعني الا عالج الاتحاد. ونحن يعني ماني بصدد هلا اذكر، وعندي امكانيه اذكر كثير تفاصيل علاقه بالطلاب المستنفذين، طلاب الدراسات العليا، اشكاليات اللي حصلت معهم بالبحث العلمي، في كثير من القرارات اللي هي بتطلع جزء الطالب هو ما بيعرف انه الاتحاد هو اللي تبنى هذا القرار وهو دافع عنه بالمجالس المختصه. طبعا بالنهايه هي ادوار متكامله، يعني احنا لما بندافع عن الطلاب ايضا الجامعه هي بدها تكون بمهامه بهذا الموضوع، ولا سواء وزاره التعليم العالي المديريات المعنيه. نحن عم نوصل للطلاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد كل الفعاليات والأنشطة والكل، حتى الشيء الإعلامي الإخباري اللي لازم يعرفه الطالب، وحتى الإرشادات الامتحانية. يعني كل مرحلة بالبداية عم نقول له كيف بده يسجل، كيف يتجنب الأخطاء، صار طالب بنقول له كيف بدك تداوب، كيف بلشت الامتحانات عم ننبهه من محاذير الامتحانية اللي لها علاقة مثلا بالقصاصات الورقية، بالسماعات، بأي مواد، يعني كافة هاي الإرشادات أول بأول عم تصل للطلاب بشكل دائم، ويكون في لقاءات أيضا غير وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد. نحن نشكرك أستاذ عماد على وجودك معنا اليوم، ويمكن كان في بعض الاستفسارات وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك قدرنا ناخذ من حضرتك إجابة، بتمنى لكم التوفيق يا رب، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها. كل الشكر لك ويعطيك العافية. شكرا كثير لك، وإن شاء الله بلقاءات قادمة بنقدر نضوي على باقي الاستفسارات اللي ما أخذناها. أكيد لنا الشرف، شكرا جزيلا. أما هلا بننتقل إلى حلب، حيث أقيم حفل غنائي لأوركسترا سيبا بقيادة الموسيقي شادي نجار، قدمت خلاله العديد من المقطوعات الموسيقية والأغاني التراثية والطربية. تفاصيل أوفى مع زميلنا مصطفى كوسا. أقيم حفل فني غنائي لأوركسترا سبا بقيادة الموسيقي شادي نجار، قدمت خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني التراثية والطربية وسط حضور كبير يعكس حب الفن والحياة، وذلك بمشاركة الفنانة رنا معوض وفرقة كارني للرقص المسرحي في باحة كنيسة مار جورجوس بمدينة حلب. حفل اليوم هو حفل بيضم مجموعة من المقطوعات الموسيقية غربية شرقية، في شغلات جديدة أنا مألفها، في شغلات معروفة لكن أنا عاملها إحياء توزيع جديد. ردنا نقول بهيدي الأمسية إنه نحن بحلب صح تعبنا، ضاقت علينا الأمور أكيد، بس نبقى دائما عايشين نوع من الرجاء المتجدد والفرح المستمر. نحن بحلب بين أهلنا وناسنا بيكون شعورنا بفخر أكثر لما نشوف هالحضور الكبير،
دائما بدعم اي عمل تعمله اوركسترا صبا. هلا انا ماني دائما موجوده مع صبا، بس صار لي عده مشاركات معهم، اكيد بفتخر كثير وكثير بكون سعيده بنوع العمل بيقدموه، شيء مميز. هذه الأمسية أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى بهدف تنشيط الحراك الفني في مدينة حلب، والذي يعبر عن ثقافتنا وتاريخنا المميز. تقيم الحفل مديرية المسارح والموسيقى في دمشق، هذه المديرية التي تدعم بالإضافة للأعمال المسرحية كافة الاحتفاليات والأعمال الفنية والموسيقية. أهمية هذا الاجتماع أو هذا الحفل ينبع من هذا الفسيفساء الجميل الذي يحضر هنا من كل أطياف المجتمع الحلبي، وسنستمع إلى الفن الراقي حقيقة. حلب مدينة الثقافة والتراث، تقدم دائما أنواعا عديدة من الفنون، الأمر الذي يؤكد أنها ما زالت تنبض بالحياة بمحتوى هادف ينشر السلام ويعبر عن أصالة وحضارة أهلها. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب. ضمن مساحتنا الطبية فرحة، ورح نحكي فيها عن موضوع كتير بيعانوا منه السيدات أو بيخافوا منه، يعني بيستنفروا، هو الورم اللي فيه. يعني هذا المرض هيك مجرد كلمة ورم، رعب رعب بتصير تماما. بدنا نعرف اليوم مع ضيفنا، يا ترى عن جد لازم نخاف لهي الدرجة، ولا هو ممكن يكون مرض طبي أو صحي وله علاجات والأمور بسيط، ما بده كل هذا التهويل؟ كثير من الاستفسارات اليوم رح نطرحها على الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك يا دكتور. يا صباح النور مين. هلا، صباح الخير دكتور مرة ثانية، أهلا وسهلا فيك. مثل ما قلنا، مجرد ما نقول ورم فهي حالة رعب، خلينا نقول بين الصبايا. أول شيء، شو هو الورم اللي فيه؟ شو مدى خطورته؟ سيدتي لك، رح نبدا من مقدمكم انه رعب كلمه ورم، تعي نبسطها للقصه، انه هو بس يعني بنسميه ورم لانه دعبوله، اوكي، دويره غالبا بيكون هيك دويره. بالمناسبه هو الحمد لله هو من الافات السليمه او الامراض، مشان كلمه افه ما نخاف منها، الامراض السليمه بالمطلق يعني اكثر من 99%، فمن هي الناحيه هو مرض ما بخوف. هلا نحن خلينا نرجع لشغله مهمه كثير. نحن بنعرف انه في شيء اسمه الرحم عند الانثى سواء بنت او سيده. نعم. ارجو الانتباه لهالنقطه، بنت او سيده متزوجه، انه اللي عندنا بنسميه الرحم. هلا الرحم هو مؤلف من 3 طبقات، المهم بالموضوع هي الطبقه المتوسطه اللي هي اسمها العضله الرحميه، حتى في كثير تعابير طبيه بتقول تعبير بتسمي الرحم العضله الرحميه. اذا هو عباره عن تشكل نسجي دعبوله مثل ما حكينا سليمه، بتنشأ من هالألياف العضلية اللي هي أساس بنية وتشكيل الرحم أو العضلة الرحمية. فإذا هو من هي الناحية هو مرض سليم، تمام؟ هلأ إمتى منقول نعتبره خطير؟ هلأ بدنا يمرق معنا طيف الأعراض. طيب كيف نقول نعتبره خطير؟ إذا بدي أقول مثلا أنه بيعمل فئر دم، طيب نرجع للأعراض. هلأ منلاقي طيف الأعراض جدا واسع، بين انه وحده بتقول لك صارت دورتي الشهريه كانت 5-6 ايام صارت 10-12 يوم، وحده مريضه ثانيه وبرجع بقول بنت او سيده ارجو الانتباه، ممكن تجي تقول لك انه انا صار كل الشهر ما بعرف حالي ايمتى دورتي وايمتى بنضف. طيب صار عم ينزل مني شقف او كتل كبيره، خثرات، تجلطات كبيره. هلا هون صرنا فتنا بالمحظور، بمعنى انه ممكن وصلنا لحالات انيميا، فقر دم شديد، بقى صرنا بأعراض فقر الدم اللي هي الطنين والدوخة والتعب والإرهاق الشديد، تسرع القلب، بلا بلا بلا، وعلى المدى الطويل كمان ممكن يعمل ضخامة عضلة قلبية، يعني أمراض قلبية حقيقية عضوية. هلا من هي الناحية صرنا بنعتبره إيه؟ فعلا مرض خطير. يعني لا يمكن نحن ببلادنا بسبب بعض المخاوف الشخصية من إنه أنا أروح لعند دكتور وإلي معي كليف وبدي جراحة، وهي منوضحها هلا إمتى بنلجأ للجراحة وإمتى ما بنلجأ. اوكي، انه بسبب بعض المخاوف، او اذا بنوتي عم يكبر بطنها بس لانه بمجتمع محافظ شوي وهيك انه ما بصير تروح لعند دكتور، وهي كل ما يوصل خضابه بتجي لعنا على عياده خضابه 4 أو 5، هو الطبيعي 12، لا يمكن القبول بمثل هيك حاله. نعم. طيب هلا نرجع كمان نكمل طيف الاعراض.
قلنا أكثر شيء بنشوف عنا النزوف اضطرابات الدورة الشهرية، مع العلم أنه نسبة انتشار الأورام اللي فيه أنه إذا نحن هلأ في عنا 10 بنات وسيدات موجودين معنا بالاستوديو، قد يكون 4 إلى 5 منهم عندهم أورام ليفية. كتير كبيرة النسبة. نسبة عالية جدا، ولكن اللي يشتكوا من الأعراض هن واحدة أو واحدة ونص من هالأربعة أو الخمسة هدول اللي يشتكوا من أعراض. هلا طيف الأعراض المرافق اللي ممكن يكون إذا مثلا ورم ليفي على جدار الرحم الأمامي، ممكن يكون طيف الأعراض هون طيف الأعراض بولي غالبا، لأنه بيعمل ضغط على المثانة، وحده بتشرب شويه سوائل ما بقى تلحق تفوت على التواليت تعمل بيبي، بتعطس عطسه قويه او حمله ثقيله او السعر بيكون هرب بول منها. طيب اذا مثلا موجود على الجدار الخلفي للرحم بنلاقي الاعراض هضميه، امساك، ازعاج شديد. اوقات بنلاقي فقط الاعراض اللي بتشتكي منها انه هي بس عباره عن احساس مبهم بالضغط وبالتقل وبالتخمه موجود باسفل البطن. طيب بنشوف من الاعراض جدا هامه عند السيدات يلي هي عسرة العلاقة الزوجية، في ألم أثناء العلاقة ما عم تلاقي له مبرر، تمام؟ نلاقي لاحظي إنه طيف الأعراض جدا جدا مختلف. هذا ممكن يرتبط، ممكن يخطر للسيدة إنه يكون مشكلة بالرحم، إنصابة، إمساك، إنصابة، أي مشكلة من هدول ممكن تفكر لولا لحظة إنه ممكن السبب يكون هو بالرحم. شكرك على السؤال سيدتي، لأنه ممكن جزء من الأورام اللي فيه يكتشف عرضا عند اختصاص زميل باختصاص آخر. يعني مثل ما قلتي عندها اعراض بوليه، رحت لعند دكتور البوليه عمل لها ايكو، لا ورم ليفي بحوله للنسائيه، يعني ممكن يكون بمعنى من المعاني الورم الليفي لا عرضي نسائيا. وهون فرصتنا انه نحن نقدر نتعامل مع المرحله مع القصه هي والافه بمراحلها المبكره. فاذا طيف الاعراض الواسع هو اللي بخلي نقطه جوهريه نقولها انا وياكم على طول، انه لاي بنت واي سيده كل 6 شهور تراجع طبيبة مرة. لو ما في أي أعراض، كل بنت وكل سيدة لو ما في أعراض تراجع طبيبة كل 6 شهور مرة. دكتور رح لك هيك شوية مقولات أو نحن بنسميها متداولة عند البنات، وأنت إذا بتقلي إذا صح ولا لا. الورم اللي فيه ممكن يتحول لشي خبيث لا سمح الله. أبدا ما بيتحول. انسوا الموضوع. طيب هي شائعة كثير عند الأشخاص. وهذا اللي بيخوفهم من جاية لعند الطبيب أحيانا. الورم اللي فيه ممكن يسبب العقم أو يسبب تأخر الحمل. هون سؤالك مهم جدا. هذا يرتبط بمكان أو توضع الورم اللي فيه بالرحم وبحجمه. بمعنى إذا ورم اللي فيه قريب لبطانة الرحم، يعني الجزء الداخلي من الرحم، هذا ممكن يؤدي انه يصير في عنا عقم، لانه البويضه الملقحه ما بتقدر تجي تلاقي بطانه رحم اسفنجيه سهله التعشيش انه تحفر فيها وتعشش ويكتمل الحمل، معناته يعني يتطور الحمل، بتلاقي ليف او ورم ليفي. الورم الليفي غالبا بيكون صلب او قاسي، مو مثل البطانه الاسفنجيه الهشه المطلوبه لعمليه التعشيش، فهو ممكن يسبب عقم. أو إذا كان متواجد ضمن الرحم أو على العضلة الرحمية ولكن قريب للبوقين لأنبوبين فالوب، فبيمنع وصول أو تلاقي النطفة مع البويضة، أي بهي الناحية ممكن يسبب عقم. أو ببعض الحالات إذا كان ورم ليفي موجود على عضلة الرحم ولكن مفايت لجوات البطانة، ولكن ورم ليفي كبير، منلاقي ممكن يصير حمل بس ما بيقدر يكمل لمراحل متقدمة، لأنه الليف ما بيخلي الرحم يتمدد مع كبر الحمل، إنه الجنين ما بيقدر يخليه يتمدد براحته، فلذلك بيصير بيئة غير مناسبة للجنين وبيرمي بالنهاية. إذا من ناحية ارتباطه بالعقم، نعم في ارتباط شديد بالعقم. الدكتور دائما بدنا نحن الشيء اللي بيريح السيدة، لازم بدنا نحكي كعلاج من ناحية الورم الليفي ما بدنا يسبب هذا العقم، هل له علاج بهي الحالات اللي حكينا عنها انه ممكن تسبب هي عقم او عدم اكتمال الجنين والاسقاطات المتكررة؟ نعم. اللي ممكن اوقات السيدة ما تعرف شو السبب، بصير في اسقاطات متكررة في حال ما كان له اي مشكلة، بس هي يمكن التفاصيل اللي حكينا عنها من امساك، من اضطرابات الدورة الشهرية، هي القصص هي. خلينا نحكي عن هي العلاج، امتى بيكون العلاج دوائي وامتى بنلجأ للجراحة؟ سيدتي بتسمحوا لي أوضح نقطة هامة جدا وعم نسمعها بشكل شبه يومي بعياداتنا. طبعا. يعني مثلا آخر مريضة بالعيادة بتقول لي دكتور أعطيني الأكلات، لأنه هيك سمعها هي، يعني عندها معلومة أو حدا قايل لها إياها،
انه اعطيني الاكلات اللي بيمنع يتشكل ورم الليفي بعد ما اشيل لي هذا اللي موجود عندي. انه هلا بنشيل لك اللي عندك وبنحكي بالاكلات بعدين، بس لحتى نهديها نطمنها، بمعنى انه ما في هيك شيء انه بتمنعي عن هذا الاكل ما بصير عندك ورم ليفي. تمام اوكي. النقطه هي مثال. النقطه الثانيه من ناحيه العلاج الدوائي، ارجو الدقه والانتباه، لا يوجد علاج دوائي بيدوب الورم الليفي او بيروحه للليف، نيفر ابدا ما في. ولكن توجد عنا بعض الادويه العلاجات يلي تخفف من الاعراض، بمعنى اخر بنسميها بروفيلاتيف، يعني ملطفه للاعراض فقط لا غير. ممكن يضل يرافق هذا الورم الليفي وياما في منهم من دون اعراض ويكتشف صدفه بعدين بعد طول العمر انه في عنده ورم ليفي. طبعا. فلذلك انه قلنا نطمنوا بهي القصه. بفقلنا دكتور دعم. لا لا ان شاء الله لا، انه الامور منيحه بس بالانتباه. اذا انه في ادويه تدوب الورم الليفي، لانه كثير هذا السؤال بسمعه، دكتور اخذت دواء وقالت لي دكتورتي او دكتوري انه راح الليف اللي عندك. تمام. بنقول لها يعني اللي كان عندك معناته ما له ليف. بكل بساطه خطا. طبعا. بالتشخيص او انت فهمانه غلط. دواء يروح الورم اللي في دوبه ما في نهائيا. أدوية تساعد بتلطيف الأعراض، إيه نعم عنا طيف بيساعدنا بتلطيف الأعراض لغاية ما نحسم أمرنا إنه نلجأ للجراحة ولا فقط للمراقبة. طبعا هلأ لما نجي نشوف وحدة عندها نزوف وأفات كتلية وخثرية وا لا، هذا حكما صرنا نعطي شيء ملطف لنهدي الحالة، نعمل استابيليتي بالحالة عندها، تصير جاهزة للجراحة ومدخلها على الجراحة بعدين. أما غير هيك أدوية ما في على الإطلاق تدوب الورم الليفي. نعم دكتور، مع شيوع هذا المرض واليوم حضرتك طمنتنا ما لازم بقى نخاف منه، الورم الليفي كان مثل كابوس أو هاجس عند كثير من السيدات المتزوجات أو غير المتزوجات، فبكلامك أكيد ريحتنا اليوم. نشكرك دائما لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمة اللي بتقدمها. ميت أهلا وسهلا. كل الشكر لك دكتور، شكرا لك. أما هلا ننتقل لتقدير الجهود والإنتاج العلمي طبعا، وتشجيعا أيضا للباحثين على إجراء أبحاث علمية تخدم المجتمع بكافة المؤسسات. كرمت جامعة البعث عددا من باحثيها المتميزين، تفاصيل أوفى مع زميلنا أسامة ديو. تقديرا للمجهود والإنتاج العلمي وتشجيعا للباحثين على إجراء أبحاث علمية تخدم المجتمع بكافة مؤسساته، كرمت جامعة البعث عددا من باحثيها المتميزين في مجالات عدة. جامعة البعث حريصة جدا على دعم أبناء المتميزين، طلاب الدراسات العليا اللي عندهم يعني أبحاث عم تخدم التنمية المستدامة، تؤكد على هذا الموضوع بالإضافة إلى الأبحاث الهامة الأخرى جدا. المكرمون بيّنوا أن نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية المحكمة سيسهم في رفع تصنيف الجامعات السورية. البحث هو تطوير بروتوكول لاسلكي ليخدم المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة، وهو منشور في مجلة IEEE الأمريكية وهي أهم مجلة في مجال علوم الحاسب، ويساعد في إعادة الإعمار خاصة في المناطق المدمرة. الاسم الاختراع العداد المغناطيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا شقيها الإعاقة والتفوق. الهدف من الجهاز هو إسقاط المدارس المناهج المدرسية من عمر 4 سنوات لعمر 17 سنة على الجهاز، وتدريس على مادة الرياضيات. البحث بيهدف لتحسين خواص الخلطات الإسفلتية بمزيج بولمير كبريت للتخفيف بشكل كبير أو للحد من تكاليف الصيانة الدورية الباهظة والمتكررة، وبنفس ما يحقق الاستدامة في عمليات الإنشاء. البحث هو عبارة عن اكتشاف سلوك الغير طبيعي ضمن التطبيقات، تأتي أهمية البحث في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات الاجتماعية. التكريم يأتي لدعم ثقافة الابتكار والتشجيع على المزيد من الأبحاث التي تسهم في نهضة سوريا عبر ربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل، ما يؤدي إلى التطور في المجالات العلمية والاقتصادية. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. حتى
فقرتنا الأخيرة لليوم رح نكون فيها بعالم الفلك والجديد بالظواهر الفلكية، فرح عم نحكي والشوبات يلي جايين اللي خبرنا فيها ضيفنا اليوم انه نحن هلا لسه ما دخلنا رسميا بفصل الصيف، رح نحكي عن كل هي الأمور وضيفنا الدائم بيسعدنا نرحب فيه الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الورد يا مين، فرح يسعد صباحكم، صباح الخير. يا رب تعدل الشو، ما بنقول صباح الشو. ليش دكتور هي البشارة الصباحية اللي اعطيتنا اياها قبل شوي انه احنا لسه ما دخلنا بالصيف، درجات الحرارة رح تزيد بشكل كثير كبير. تمام، يعني احنا فعليا ما دخلنا بالصيف، يعني هي كثير معلومة مهمة جدا انه احنا الصيف يبدا في سوريا ب 21 حزيران، 21 23 حزيران. انا حسيته بدا امبارح، هيك حسيته من كم يوم لحتى بدا. تماما، اما فعليا هو نحن شعرنا بحرارة اب بأيار. تمام. فنحن لساعتنا خلينا نقول بالربيع عم نشعر بالصيف. تمام. ففعليا سوريا لم تدخل حتى الآن فصل الصيف، لن ندخل فصل الصيف إلا حتى 21 حزيران، ما بين 21 و23 حزيران هذا العام. عندها ممكن نقول بقى أنه والله الصيف حار ولا الصيف مو حار. لهلأ نحن عم نحكي أنه الربيع حار، يعني لاحظوا نيرمين فرح نحن عم نحكي عن الربيع. إذا يلي صار هلا ربيع ازدادت حرارة. عفوا دكتور، هي الاضطرابات يلي عم بنشوفها اليوم إن كان درجات حرارة كثير عالية، إن كان درجات الحرارة المتدنية بالليل اللي مرقت على فترات كثير طويلة، هي الاضطرابات ليش دكتور؟ في إلها سبب من ظواهر فلكية معينة، من تعاملنا الرائع مع البيئة، شو هو السبب دكتور؟ مثل ما تفضلتي، وخليني أضيف على كلامك فرح ما حدث بالبرازيل من يومين. أمطار غزيرة جدا، ضحايا بالمئات. نعم. حبات، يعني نحن بنسميها حب عبد العزيز حب البرد. نعم. كان باحجام كبيره غير مسبوقه. كله هذا هو مثل ما تفضلتي الاضطراب المناخي، تلاعب الانسان بالتوازن البيئي. نعم. البيئه متوازنه، اليوم في نشاط شمسي ما حدا بيقدر ينكره، لكن حتى اللحظه لم يثبت ان النشاط الشمسي يؤثر بشكل او باخر على الحراره على الارض، وبالتالي هذا النشاط الشمسي يؤثر على الحقل المغناطيسي للأرض، يؤثر على الأقمار الصناعية، التوابع الصناعية، يؤثر على حياة رواد الفضاء، لكن لا يؤثر بشكل كبير جدا على المناخ على الأرض. أما ما يؤثر فهو الاحتباس الحراري الذي وصل اليوم إلى أعلى مستوياته، يعني اليوم صرنا عم نحكي ب 1.8 درجة عن المتوسط. نعم. إذا وصلنا للدرجتين يرمين فرح نحن أمام خطر كبير، الجليد في القطبين يبدأ بالذوبان عند الدرجتين فوق المعدل. فنحن ما عم نحكي عن شيء خيالي، عم نلمسه. هي الحرارة نرمين فرح اللي عم تصير هي ما لها حرارة طبيعية وغير منطقية، وما هي حالة طارئة ورح تمشي، لا هي حالة مستمرة طالما أن زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يضخ إلى الغلاف الجوي مستمر. طيب شو الحل؟ حل أمام حلين، نحن أمام طريقين للحل. إما مثل ما عم يحدث الآن أن نتجاهل هذه المشكلة، الدول اللي عم تضخ ما زالت عم تضخ، وبهالحالة الطبيعة نفسها هي رح ترد وتصلح حالها، لأنه ما بيصير هون مشكلة كتير كبيرة. تماماً، هون نحن مفوت بمشكلة أكبر. نعم. ما بنعرف الطبيعة كيف بترد، ما بنعرف إطلاقاً هل يا ترى بأعاصير قوية، بعواصف، بأمطار، بارتفاع منسوب المياه، ما بنعرف. أول حل الثاني أنه نبدأ بضبط نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو. نعم. يعني أنا ما بدي أدعو للتشاؤم، لكن في عنا نقطة تفاؤل أن الطبيعة لن تسكت، يعني طالما الإنسان لساعته ما بده يحل وما بده يعمل أي رد فعل، الطبيعة لحالها رح تعمل رد فعل، لأنه نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون صارت جدا عالية. غاز الميتان اللي هو يعتبر أيضا من الغازات الدفيئة أيضا صارت نسبته عالية، فمتوقع أنه تكون للطبيعة رد. هذا الرد راح يظهر تأثيره على الدول المطلة على المحيطات. نعم. يعني احنا بمعزل عن تأثيره، بعيدين عن المحيطات، لكن مثلا مثل اعصار كاترينا اذا بتتذكروه راح يكون مجرد بروفا او شيء بسيط امام الاعاصير المتوقع انه تضرب السواحل هذا العام، وانا عم احكي بارقام، يعني عم احكي عن هذا العام، انه هناك عواصف قد تهدد الدول المطلة على المحيطات بقوة كبيرة جدا. نعم. والبرازيل كان اول الغيث، يعني هالعواصف صارت بالبرازيل، هالامطار الغزيره، ونتذكر انه البرازيل بنصف الكره الجنوبي وعندهم هلا فصل الشتاء، فاتى فصل الشتاء عليهم قاسي جدا. نعم. وهذا اللي بيخلينا نتوقع انه الصيف حيكون ثقيل شوي.
يعني أي حدا مراقب لظواهر الطبيعة بكل البلدان عم يحس أنه في حالة غير طبيعية، سواء من العواصف الرملية، من الاختلاف بدرجات الحرارة، من كتير تفاصيل. يمكن الحل عندنا نحن خلينا هيك عن نطاق بلدنا، قد ما فينا نزيد من الغطاء النباتي. حلو. قديش عن جد هذا الشيء ما هو نظري، قديش عن جد بيلعب دور بتلطيف الأجواء؟ نيرمين رح ضيف كلمة على كلامك. تخيلوا نيرمين فرح، دولتنا دائما تستورد العواصف الغبارية، يعني لا تنشأ العواصف الغبارية اللي شفناها بدير الزور والحسكة والمنطقة الشمالية والشرقية وبدمشق. بكل تاريخ سوريا، بكل تاريخ سوريا المكتوب بالأرصاد الجوية، لا تنشأ عاصفة ترابية في سوريا. هذا العام لأول مرة بتاريخ سوريا تنشأ العاصفة من البادية السورية وتصدر إلى العراق. فهذا دليل أنه في ضغط كان حراري عالي جدا على منطقتنا. هذا الشيء اللي عم نلمسه هلا، بقايا الضغط. اذا مثل ما تفضلتي، يجب ان يكون هناك خطوات. الغطاء النباتي كثير عامل مهم، اولا يمنع من التوتر السطحي لتشكل العواصف الغباريه، يساعد على تلطيف الجو. الشجره نيرمين فرح ما تخيل قديش قيمتها كبيره، بتلطف الجو، هي مثل المكيف، هي ملطف للجو بالنهايه، تطلق غاز تسحب غاز ثاني اكسيد الكربون وتطلق الاكسجين، فإذا هي مفيدة لصحتنا. للأسف صار في حرائق كتير كبيرة، خسرنا كمية. هي من آثار مثل ما تفضلتي، آسف قطعتك، هي من آثار أيضا الاحتباس الحراري. فإذا التعويض السريع لكل ما يحدث، ده يكون في فعل ومباشرة بعد منه رد فعل، لأنه فعلا اليوم للأسف نيرمين فرح من خلال احتكاكنا مع الدول ومع الجهات العلمية خارج سوريا، عم نلاحظ أنه اليوم معظم الدول عم تتجه لحل إفرادي. يعني موضوع معاهد باريس للمناخ، موضوع الاتفاقيات الدولية بما يخص المناخ أو بما يخص علوم الفضاء والفلك أو بما يخص أي شيء من أي مجال مجالات العلم، عم تكون كل دولة اللهم نفسي. نعم. ما عاد صار هذا التعاون. أنا كيف بقدر حسن الجو عندي بمعزل عن دول الجوار؟ حتى بأوروبا هذا الشيء عم يصير، كل دولة من دول أوروبا أصبحت تفكر بحل بإطاره دون الاهتمام بما يحدث في الجوار. وهذا الشيء بيني وبينكم لازم نفكر فيه عنا كمان، انه الحل باطارنا، لانه لا يمكن الان ان نعالج اخطاء دول ما عم تعالج اخطاء بنفسها، وبالتالي علينا ان نحمي نفسنا. خلينا نحكي دكتور عن المدى القريب، يلي مثل ما قلنا يمكن لو بطريقه شوي فكاهيه، انه نحن لسه ما فتنا بالصيف ولساتنا بفصل الربيع، فهذا الشيء ما بيبشر بالخير ابدا. كيف حتكون درجات الحراره بالصيف؟ كيف رح تكون بالليل؟ مثل ما بنسال دائما، هل يكون في جو لطيف او لا، رح نشهد كمان ارتفاع بدرجات الحراره؟ تمام. هلا هي نقطه كثير مهمه، يعني نحن الان الأرض بمدارة حول الشمس، حتى الآن لم تتقاطع الأرض مع نقطة الانقلاب الصيفي، وبالتالي نحن في فصل الربيع. فصل الربيع عادة لا تتجاوز الحرارة فيه وسطياً 30s، يعني ما سبق وتجاوزت متوسط درجة الحرارة عن 30s، لكن هذا العام لا، قطعنا الـ30s، يعني مروا يومين كانوا فعلاً حرارة عالية جداً. تمام. يعني غير مسبوقة، مو بس حرارة عالية، يعني نحن شعرنا بالشوب، شعرنا بحالة آب وتموز من الرطوبة، انخفاض الرطوبة، العرى، التعرق، الجو خلينا نسميه قاسي، حرارته قاسية. هذا الجو ما بيجي عادة بالربيع، إجا. هذا يعني أنه مثل ما نحن حكينا فيما مضى، أنه نحن فعلا هذا الشيء ما صار هو تنبؤات، هو صار دراسات تشير أنه نحن فعلا متجهين لصيف قاسي مع بعض المفاجآت قد تحدث في الصيف. مثل؟ ليش؟ كثير حلو. ليش؟ نحن دائما فرح لما يكون عندنا الصيف قاسي ويكون عندنا اضطرابات مناخيه تحدث حالات عدم توازن. فبالتالي ممكن نحن نشهد امطار باوقات مفاجئه وغزيره. يعني ممكن نحن ندخل بآب ونتفاجئ بيوم او يومين امطار غزيره. طيب هذا شو سببها؟ سببها الحراره العاليه. هالحراره العاليه رح تبخر كميات كبيره من مياه البحر. مياه البحر بدها تتحرك. طالما حركة الرياح عنا أساساً بالصيف بطيئة ضعيفة رح تتكاثف عنا. رح تنزل أمطار مثل ما بيصير بنسميها نحن أمطار موسمية، رح تعكس كل الآليات. يعني هذا الشيء يعني بدأنا نشهد هاي التغيرات. نحن شلون نعرف عن مناخنا بشكل أكبر؟ من دراسة المناخ بالدول يلي نحن وياها على تماس مناخي. فعم نلاحظ هذا الشيء، وبالتالي اليوم علوم الفضاء والفلك قدمت لنا حتى تجارب بالنظر لكوكب الزهرة، لكوكب المريخ. كوكب الزهرة يمتلئ غاز ثاني أكسيد الكربون كبيرة. نسبة كبيرة جدا مثل طنجرة البخار، كمية هائلة. طيب
طالما نحن عم نزيد غاز ثاني اكسيد الكربون لننظر الى الزهره. مستقبل الارض اذا استمرت على ما هو عليه هو الزهره. طيب شو مستقبل الزهره؟ الزهره درجه الحراره عليه ليلا نهارا تتجاوز 400 درجه. يعني البيتزا تستغرق ثانيه واحده لتطهى على كوكب الزهره. حراره غير مسبوقه، كلها عباره عن بلازما كوكب الزهره، نار مشتعله وتسير، هذا كله بسبب الاحتباس الحراري. طبعا نحن ما حنوصل لكوكب الزهره كحراريا ولا رح نوصل للغلاف الجوي لكوكب الزهره، لكن نتعلم من كوكب الزهره ان اصبح فيه حمض الكبريت هائل، ان الامطار ازدادت حموضتها. بتعرفوا ميه النار حمض الكبريت يلي بيشوي. الامطار على كوكب الزهره من حمض الكبريت من ميه النار. ليش؟ لانه نسبه الحموضه عاليه جدا بسبب غاز ثاني اكسيد الكربون. نحن عندنا الامطار الماضيه عندما قاسوا الحموضه وجدوها انها ازدادت، صحيح زادت بنسبه ضئيله جدا التوره، لكن عم تزداد. طيب هذا كله ممكن يتحامل للمستقبل. نرمين فرح يعني بالدراسات اليوم عم يقولوا اذا استمر الوضع على ما هو عليه الحياه الانسانيه البشريه لن تستمر لبعد 2100. يعني حنشهد بعام 2050 تغيرات بالخارطه، بخارطه كوكب الارض. عم نحكي على 30 سنه لقدام، 20 سنه لقدام، 25 28 يعني سنة. نتمنى له عقبال 100 سنه يمكن ما يلحقها. لا 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 تماما فعلا، هذا كلام علمي ودراسات منشوره. مشان هيك الامم المتحده اعلنت حاله الطوارئ. لما الامم المتحده تعلن حاله طوارئ لموضوع ما هو موضوع بسيط طبعا. اعلنت حاله طوارئ على الموضوع المناخي، ومشان هيك الدول اليوم تتسابق لتلاقي حلول، لكن للاسف هذه الحلول فرديه، وهون المشكله. لهلا نرمين فرح ما عم نفكر بمنطق الجماعي، نحن نعيش على كوكب واحد. يعني اذا حلينا القصه بهونغ كونغ ما بكين ما رح نحل بمكان ثاني. نحن كلنا كتله واحده، ما يحدث الان من احتباس حراري عندنا رح ينتقل الى كل العالم، وبالتالي علينا ان نفكر ككوكب واحد. نعم. كارض واحده، نحن عم نعيش على هالارض، بدنا نحمي هالارض. نعم اكيد دكتور، نحن بدنا يكون في هذا الوعي، لو كان حتى وعي فردي من قبل دولتنا، من قبل هذا الوسط المحيط فينا، لحتى نتلافى يمكن كل هاي الاثار السلبيه اللي نحن عم نحكي عنها. فيا رب تكون الايام الجايه يعني ايام خير كلياتها، ما يكون في اي مشاكل، ونخفف عبء الصيف قدر الامكان ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور، بتمنى لك بقيه نهار حلو، والشمس شوي تخفف حرارتها اكيد حتى عنا. يسعد صباحكم. شكرا كثير لك دكتور. شكرا. نرمين لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى نكون قدرنا قدمنا لكم كل المتعة والفايدة. موعدنا بكرة بأفكار جديدة وضيوف جداد. أي فكرة أو اقتراح راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تبقوا بألف خير، نهار سعيد للجميع، نهار سعيد لك نرمين. شكرا لك فرح، وأنا بدوري بدي أتمنى نهار سعيد لكل المشاهدين الإخبارية السورية. يا رب بقية هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق، وتكون كل الأبواب مفتوحة أمامكم. تبقوا بألف خير. Bye-bye.